فالخرجة نتاع اليوم يعني هي تدخل في إطار سلسلة الخرجات اللي رانا نقوم بها على مستوى كل تراب ولاية وهران. المشاريع اللي قمنا بتدشينها اليوم والتي سنزورها فيما بعد إن شاء الله، هذه المشاريع من المفروض أنها تدشن يعني بتاريخ وبمناسبة أول نوفمبر ذكرى الثورة التحريرية، ولكن نظرا للأحداث يعني الجارية على مستوى غزة وفي فلسطين بالذات والمجازر لا يقوم بها يعني المستثمر هناك في حق الفلسطينيين وفي حق سكان غزة بالذات، جعلتنا نؤجل يعني هذه التدشينات إلى وقت لاحق. اليوم شفنا باللي باش يعني التدشينات هذه يجب أن توضع حيز الخدمة ليستفيد منها المواطنين والمواطنات، في غالبيتها يعني مشاريع اللي تقدم خدمة عمومية إلى المواطنين، مشاريع كذلك اللي تقدم خدمة إلى الشباب ك يعني الملاعب الجوارية وبعض المركبات الجوارية يعني اللي حتما أنها ستستغل من طرف شباب الأحياء من أجل يعني أداء القيام بنشاطات رياضية. وكذلك تدشينا إلى هذه العيادة المتواجدة على مستوى يعني الحاسي، فنظن باللي باش هذه العيادة هذه كثيرا ما انتظرها سكان هذه المنطقة، والحمد لله يعني وصلت إلى النهاية وتم تجهيزها، واليوم راهي مستغلة وسكان المنطقة يعني يتوافدون عليها. ظن باللي باش يعني دورها دور كبير وكبير جدا، أولا في تخفيف يعني معاناة المواطنين في التنقل إلى المؤسسات الاستشفائية الأخرى اللي هي نوعا ما بعيدة عليهم، وكذلك هي تساهم كذلك في تخفيف الضغط على المستشفيات أو على المؤسسات الاستشفائية اللي كان يعني توافد عليها المواطنين. هذا كذلك يعني ما لاحظناه في هذا يعني العيادة هو كذلك يعني توفر يعني تقريبا الاستعجالات وكذلك كل فحوصات طبية إلى كذلك يعني وجود بها يعني قاعة تاع الأشعة وكذلك وجود فيها يعني أطباء الأسنان وحتى يعني كل الضروريات اللي يحتاجها طبيب الأسنان كذلك في تشخيص المرض أو تشخيص يعني الداء من أجل العلاج نتاعو الصحيح. في كذلك يعني موجود فيه المخبر كذلك اللي يقوم بتقريبا كل التحاليل. ما لاحظنا كذلك يعني هو وجود أطباء يعني أغلبهم شباب، حركية وديناميكية كبيرة، كذلك يعني القائمين على هذه العيادة هذه الطاقم الإداري يعني فهو كذلك يعني من الشباب وهم كذلك يعني قائمين بالدور نتاعهم كيجب العمل يعني 24 ساعة على 24 ساعة. فنتقدم بالشكر إلى كل العاملين يعني ليس فقط على مستوى العيادة بل إلى كل الجيش الأبيض، ما ننسوش واش قدموه يعني في الفترة نتاع الكوفيد، وما ننسوش كذلك يعني ما يقدمونه اليوم كذلك من خدمات تدخل في الجانب الإنساني أكثر من هي شيء آخر. فنحن هنا من أجل أن ندعمهم ونمدهم كذلك بجميع التسهيلات. نقول باللي باش يعني ما زالت فيه العديد من المشاريع هي في طور الإنجاز على مستوى الولاية في الميدان الصحي، فعندنا العديد من المستشفيات انتهينا من الأشغال تاعها ونحن في مرحلة تجهيزها وسيتم تدشينها في القريب العاجل. مستشفى الاستعجالات بتليلات تقريبا جاهز، ومستشفى كذلك سيد الشحمي النجمة كذلك نفس الشيء فهو جاهز من ناحية الإنجاز، ونحن نعمل على تجهيزه وسننتهي من التجهيز في الأيام القليلة القادمة. 60 سرير على مستوى الكربة كذلك نفس الشيء. عندنا كذلك يعني الحروق الكبرى يعني تم وأدخل الخدمة في الشهر الماضي بتاريخ في أكتوبر، وعندنا كذلك يعني مركز البحث والمستشفى كذلك تاع السرطان اللي يعرف كذلك نسبة أشغال جد متقدمة، وسنستلمه إن شاء الله السنة القادمة بعد كذلك الانتهاء من الأشغال وكذلك تجهيزه، وتجهيزه سيكون كذلك ب يعني تجهيزات جد عصرية. وهذا قلت باللي باش مركز للبحث في السرطان وكذلك هو مستشفى من 120 سرير، يعني أظن أنه الوحيد الموجود في الجزائر بهذا الصفة اللي فيها مركز تاع بحث وكذلك مستشفى، فهذا كذلك مكسب ليس فقط لولاية وهران بل إلى الغرب الجزائري وبالجزائر.